السلام عليكم، معكم ريهام الدحمان. هذا اول فيديو ديالي سوغ يوتيوب. الناس اللي متبعيني سوغ انستغرام غادي يكونوا عارفين انه ديما كنقرر وما كنبداش، ما اليوم هاني كيف ما كتشوفوني غادي نبداو اول حاجه في سوغ يوتيوب اللي هي فلوغ، واحد الرحله صغيره اكسبيريونس ماشي جديده اللي ديجا درتها، مي هذه دوزيام فوا خرجت بحاجه اخرى، يعني ماشي بحال المره الاولى، داكشي علاش غنسميها نوفيل اكسبيريونس. غادي تتبعوا معايا دابا في هاد الفيديو كامله رحله ديالي لتبقال في واحد الجو اللي هو خطير. ما نحرقش بزاف د الحوايج، يلا نبداو. بما اننا ستة الناس غادي نلقاو طاكسي كاملة مكبولة واجدة، غادي نطلقو بإذن الله. بسم الله. ألوغ، أول حاجة غادي نهضر عليها دابا هي طاكسي، كيفاش نوصلو من مراكش، بصفتي أنا مراكشية ساكنة في مراكش دابا حاليا، من مراكش حتى لتوبقال، لي حتى الإمليل. خدينا طاكسي كبير يعني في المدينه، كتهبط للمدينه بلاصه الطاكسيات. اللي سولتي على الطاكسيات تاع امليل غيوريهم لك فين كاينين. ابخي خدينا طاكسي كبير لامليل 35 درهم، هذا هو الثمن باش كتمشي الي، و 35 درهم روتور، وهذا ما كان. دابا يلا نمشيو نكريو حوايج. ستنطلق الرحله باذن الله مع الفتيات. سرع الله. دابا وصلنا باش نمشيو نكريو الماطوغيه اللي غيخصنا. هاي ديجا خديت سباتو لقيت باقي ما عطاكش النمره، باقي خصنا السراول. هذا هي امبريميابل مع شامبويات. احنا بدينا دابا صافي، صفتنا البغلاء ذات الماتريال وشدينا الطريق باذن الله. هاي دابا غادي نوقفو نديرو شي استراحة لشرب الماء بإذن الله. بلاتي نوريكم المنظر، بلاتي حتى تنقلب الكاميرا، راه فين هنا. ليكيب سحر ندى باقي عايشين. احنا بحال معزبين الجبل. لكي تانا اوف اوبلا، سبقت شوية دات الموسيقى وزدت باقي الجروب الله. دابا تفعود تانا نلقي انا ولقيت شوية، مي جي بونس، مبغيتش نقول شي معلومة ماشي هي، جو بونس كو هذاك الدوار راه تما هو شمهاروش. الى تاكدت غنقولها لكم. احنا وصلنا للبلاصه فين غادي نتغداو، كنت كنهضر معكم من تما، كنت هنا بالضبط. ها هو شمهاروش الدوار قرب، هو هذا دونك. صراحة واخا هكاك با مال، يعني ماشي بحال المرة الأولى وصلت لهنا ما عيتش، ما كايناش شي حاجة، ماشي داك العيا تاع واو شحال باقي لينا وداكشي. نكملو مورا الغدا إن شاء الله. الناس اللي ما كيعرفوش هنا هاد الصخرة البيضاء هي اللي كيقولو عليها شمهاروش، هي هنا هنا فين كاين شمهاروش، تما فين كيجيو الناس وكيزورو وداكشي. إلا بقى لينا الوقت في الرجعة راه غادي ندخل غادي نهبط
وغادي نصور تما. لا وصلتي اطلعي. كتسولني واش باقا بعيده؟ باقي لها مسكينه واحد الجبده. شوفي تتبان بحال النمله فاش دي زوميت. اليس ابراهيم اشي لا مولاي شبا سيدي شبا هروش. كلينا غادي نتحركوا حيت تعطلنا شويه بدات يطيح الظلام. هذاك الشيء علاش غادي نشدو الطريق باذن الله. دابا باي باي حتى لوسط الطريق نعاود نشوفكم في الرفيج. قلتها بحال شلوح تاع اتابا زرت ديجا مورا هاد الجبل هذا فين كاين الغوفيج. دونك تقريبا بقات لنا اقل من ساعه شي ساعه هكاك. قربنا ان شاء الله. عاود موتيفاسيون موتيفاسيون سي با فاسيل. بدا كيبرد الحال بزاف صوف كو ما قدرتش لبس جاكيت حيت كنحس براسي كنعرف كنشوف كنعرف كنشوف مي بارده القضيه. نشوفو في الغوفيج. هو الغوفيج ما غيبانش من الكاميرا مي قربنا فاتنا شي 20 دقيقة. هو قال لقيت قال لنا 40 دقيقة ولكن أنا متأكدة 20 دقيقة. 20 عشرين يلاه بديتي أبارك عليك يا 20 قال لك 40 أوه بزاف ما بقاش لنا بزاف. عييت ما عندي ما نقول غير عييت. ماشي العيا فيزيك ولكن ضرني واحد الرجل شكيت على حتى واحد سخاتني شويه. ومن هذا نستنتج انه اللي بغى يطلع خاصو ضروري 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 يتريني قبل يتريني شويه شويه الكارديو شويه الزجره باش يطلقوا العضلات. منظر خيالي رائع رائع رائع. سطاني هذا المنظر ما يمكنش. السما خطيره شوفوا الديكاداسيون دو كولور واو. تقريبا وصلنا لغفوج ماشي لتوقع ماشي للقمة. اي فوالا احنا وصلنا لبوست تلج اللي كتعني اننا وصلنا لغفوج. وكيف ما قالنا القيد 40 دقيقة ما نقصنا منها والو. وحدة وحدة من الأموات نادو غادي نهضر معاك والعيا والبرد لا ناقصك الموت كلشي كلشي فيك. على سلامتنا احنا وصلنا الى الغفيش. على سلامتكم. I think your bag is outside. Mine? Yeah. Then there's another head down here. La chambre. ماشي la chambre. بغيتي نوريكم بعدا البلاصة. ندى الحقيرة خدات البلاصة الخلانية وصاحبتها حتى هي وصاحبتهم حتى هي وخلوني انا مصاحه عرفتوش انا اللي اختاريت لك انايا سكتي. غادي نسولك سومية اول مره غنهضر معاك كيف دازت عندك طلع صعيبه شويه ياك ايوه هادشي سوفي بزاف سورتو مريضه ولكن راك كابابل تبارك الله عليك. بعد انا بعدا كنت مريضه كما نطلع مستعدة للصباح عرفت دابا الصباح يفتح ان شاء الله. شديناك بالدليل انك طالعه في الفغل علاش ما كملتيش طلعتي تمشيتي ساعتين دونك ما مول ساعتين ساعتين اللي بقات ديال المشي وطلعت صافي عييتي ما قدرتش الصباط ندمت لي لبست الصباط ديال الثلج تقلع لي على رجلي ندمت لي ما لبستش سبرديله. الصراحه كنا لبسنا سبرديلات هو اللي تقل لي بزاف بيان سور
المهم وصلنا كنا النص. او تبارك الله على العشيوه ديالنا. ما كاين ما حسن هاد العشيات والله العظيم. انا عارفه اش نقول من بعد ليكسبيريونس ديالي. تنحطو الطون كاشير فرماج ما جبتوش الريزو الا بغيتي خصك تعلق في الشرجم. الو با وصلت. الوغ قبل ما نطلعوا النص الثاني اجي نهضروا على الاول. كيف ما قلت لكم طاكسي من مراكش حتى لإمليل 35 درهم. ثاني حاجه غنهضروا على كرات الحوايج دابا بالزربه. دخلنا عند المحل الاول كرينا عنده كل شيء حنا البنات كاملين. الوغ اول حاجه كرينا الحوايج. اللبسه كريت لبسه تاع التلج سخونه صباط. خديت الكرومبويات يعني من التلج. خدينا العصيم. خديت ساك صغير حيت فريمون غنرجع لهاد النقطه تاع الباكاج. كلشي تقريبا تقام عليا ب 170 180 درهم ما فتاش. الباكاج اللي غادي ننصحكم الناس اللي باغيين يديروا توب قل ما تكثروش اللباس. كلشي كيتكرى هذه اول حاجه. ثاني حاجه الا تقلتي من الاحسن تخود بغلا سورتو الا كنتو بزاف صيفطوا الباكاج يطلع يسبقكم حيت سينو راه غتعذبوا في الطلعه. راك شفتوا الطلعه ما ساهلاش النص الاول. حنا جدرنا كرينا بغلا صيفطنا مع الباكاج. خديت ساكادو صغور هزيت فيه الماء هزيت فيه لا فخوي سك ضروري وشويه الماكله يعني شي حاجه باش غتعتقوا حتى النص. دابا علاش غنهضروا على الوقفات اللي وقفنا ديجا قبل من شمهروش واحد المره خدينا الليمون. وقفنا في شمهروش باش كلينا داكشي اللي جايبين معنا. ثالثه عاوتاني خدينا عصير وكملنا. هو صراحه تعطلنا بزاف شويه في الطلعه حيت كانوا معنا البنات مرضات شويه. وصلنا انا بوغ موا هذاك هو الوقت البارفي فاش نوصلوا. ديجا وصلنا مع السبعة كانت وقت الماكله والراحه والنعاس. يلا دابا نبداو النص الثاني. صباح الخير عليكم. هذا النهار جديد يعني دابا حنا في 4 الصباح غادي نوضو باش نفطر باش نفطر باذن الله. عندنا 4 ساعات الفطور ونتوكلوا على الله ونكملوا. ها فطوري هو تفاحه باذن الله. شكرا كاملين كولي الله يسميك. ولا تتبر عرفتش كيف غادي ندير التراك باش نصور. شفتوك تكبرنا لا حسيت صوني ليه طاح. صافي تقريبا حنا غادي مستعدين باش نخرجوا لك حسين ان شاء الله. ان شاء الله هذا فيه هو اللي عطات خدام صحه تشتك على الدار فيك البيبي ما كنش ندى شوفي فيا كريسينتي تقريبا وجهي غادي نبدا ان شاء الله. دابا عرفتي التلج كيعاون والله دوماج ما طيحش فهاد البلاصه. شتي ليه شتي ليه شتي جليد مجلد سير انا داخل على ولا لا هادوك على طاغمي طاغمي باش تكمل هذا بشوية هذيك غازي ما تحشمش حسين لينا زوار شتي على خير هادشي هو تيصيبو عرفتو ما نسيتوش.
غادي نمشي 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 حتى لدابا شحال ضربنا الحسين نص ولا مازال حتى لدابا ضربنا وقيل غير ربع ولكن غادي مزيان ياك مزيان الطريق ولكن كاين الظلام الصراحة والعقبات ما كاينش البرد ما كاينش البرد الخايب مي شويه تاع الثلج شويه صعيبه القضيه واه شي مغربي تاع برا شوفوا راه فريمون سمين با ربع ساعه ولا رد فيا واحد الانرجي ما كانتش عندي فاش يلاه كنت طالعه دار لي واحد الحركه سحريه بين هنا نعست في الارض هزيت رجلي الفوق راسي لتحت قدمت يرجع غطاني طوني مزيان حيت كنت دايخه فريمون ما كنتش كنشوف والو قدامي عطاوني مزيان حتى وليت كنحس براسي عاديه عطاني التمر شي حلوه كليتها ما عرفتش شنو هي ودابا هاني والله دابا كنحس انه نقدر نطلع 100% ولكن ما بقاش شي واحد اللي غنقدر نطلع معاه لان طلعوا الناس داكشي علاش انا في طريق العوده ماشي مشكل ما كاين باس طلعتنا دابا صحه جيسبيغ يوصلوا حيت كانت انا وقع لي هادشي بسبب الريح كانت جات عاصفه تاع الريح سموها عاصفه ثلجيه ما تيطيحش الثلج ولكن تيدور داك اللي في الارض كانت صعيبه طلع بصراحه هادي هي اكثر حاجه تاكل العصب في حياتك في الثلج هي اللي دي ناري 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 ما يمكنش ما نوصف لكمش انا اصلا يدي هاد هيا صحر واخيرا قلت تستريح الحاجه انا وضي هذه باينه دازت على عاصفه ماشي الثلج تيري 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 واضرب الزنا كي جاك الفوق صحر قاعد عطش ما شربش عاودكم خاصي ولكن باش نرتاح اي عاودي عاودي انتي سخفانه مزيانه انا كنت غنموت بالبرد ليتيرالمون كنت غنموت بالبرد حتى بديت كنشهد وخباوني فواحد البلاصه
وتيدوزنا الناس ما تشوفونيش دابا ليا واحد لي قوره تبقيت نشيري داكشي اللي نزقيش يحطوكم مشاو انا نعاود لك القصه خليني تنرتاح ونعاود لك القصه بالديتاي عرفتو هادي ديك السكوتي اللي تبقى تحفظ في الدروس تقول لك انا ما نقدرش ما جايباش والله الا هي هي اللي بقات تسكت تقول لك انا ما قديش انا ما نطلعش كملتي بها ازيك الحسين عزيتي عزيتي اما تكونش طلعت على رجل تبارك الله على الحسين وصلت وبقال اما انا دايا هزا ياك بنت الحرام تصورتي الفوق قدرتي تصوري في الريح قدرتي تصوري في الريح صورتي في الفوق بوحدو الفوق كاع في الصومي قدرتي ماشي انا كاين الريح كثير ناري البرد اللي كاين تما والريح اللي كاين تما ما كاينش عمرك شتي في حياتك ما عمرني شتو في حياتي عمرك بقيتي وشنو شويه فهمتي شنو قولي لي قبل ما نقطع الفيديو خلي عمر بلاش يتسالي قولي شنو الارتصامات اللي عندك من بعد ما درتي توقع على راسك اي 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 عليا اكن دويت هو الحسين جا قال لي بلي انا درت 3800 ماشي 3550 والمهم بقات ليش بزاف قال لي الصراحه ما بقات ليش بزاف كتبان انه ما بقاتش بزاف ولكن فريمون باقي بزاف يعني 3800 باقي فريمون شي علي ساعه باش توصل واخا كتبان انه قليل ايوا دابا في طريقنا الى العوده احنا نازلين من الغرفيج الامليل باش نرجعوا لمراكش ان شاء الله او ماي جود الى مراكش ان شاء الله هكذا غتكون سالت الرحله ديالنا ما قبل ما نسالي الفيديو حتى هي غادي نبغي نهضر معكم شويه قبل ما نمشي الوغ اول حاجه بغيت نقولها لكم هي كيف ما شفتوا ما وصلتش والحمد لله انني رجعت لان عرفت انه فوق الطاقه ديالي ديجا اللي بغيت نقول لكم هو سي با لا بروميير فوا هادي لا دوزيام فوا اللي كنديرتو بقى المره الاولى وصلتها بسهوله دابا كيف ما شفتوا بروبليم ديال الجو اول حاجه غادي نوصيكم عليها الا كنتو غاديين لتبقال حداو لا ميتيو سورتو ملي توصلوا للوسط يعني كان الريح راه بلا راه كيولي الانسان كيغامر شويه براسو ثاني حاجه اللي بغيت نقولها لكم عرفتوا سبحان الله فاش كتوصل لواحد المرحله تاع العيا اول حاجه كتفكر وكتفكر فيها سورتو مع البرد كتقول كيفاش انا غير ليله عارفه راسي انني غنرجع وما قدرتش نصبر عاد الناس اللي ساكنين بين دوك الجبال مساكن اللي كيعانيو من داك البرد ماشي غير فهاد الشهر ولا شهرين ثلاث شهور كيعانيو العام كامل راه واخا الصيف تيكون عندهم البرد يعني اول حاجه كيخصنا نفكروا فيها مع راسنا احنا بما اننا كنكونوا ناعسين في وسط دارنا حدا والدينا حدا ولادنا سي با كتكون مغطي سخون كتنسى داك العالم مي ملي كدير بحال لي زيكسبيريونس برا كتزيد تتلاقى مع ناس كتشوف ناس ماشي كيعانيو كيخليك داك الشيء تقدر تفكر فيهم شويه وتعاون معاهم هذا الشيء علاش كنتمنى انه هذا الفيديو يوريكم شويه
من معاناه تاع البرد تاع الناس. اخر حاجه غادي نقولها لكم، ردوا البال ترونسبور في الروتور اللي ما كنتوش معولين تباتوا في امليل. علاش؟ لانه الى هبطوا معطلين كيف موقع لينا تحنا ما غتلقاوش طاكسيات، ما عاد الا عندكم شي زهر او الا عندكم شي كونتاكت تعيطوا ليه. وهذا مكان. ونزيدكم حاجه اخرى قبل ما نمشي، انستغرام ديالي غادي تلقاوه هنايا، اللي بغى شي انفورماسيون واحده اخرى كونتاكتوني. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديالي، كاع المعلومات غتلقاوهم في صندوق الوصف. اشتراك، لايك، باي باي.